السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في ثلاث الاولاد اللي ما عرفش الثلاث الاولاد كاين في المملكه المغربيه. هذا الرسول تيكون عندو الكزاره والبيعه والشرايه والناس الحريفيه تيتقدوا عندو، اللي بغى يطيب يجيب يطيب، واللي بغى ياخذ عندو هكاك تياخذ عندو. هنايا في الثلاث اولاد تيكون في الاسواق الاسبوعيه في المملكه المغربيه. هاد الخيرات نوريوها للجاليه المغربيه والناس في المدن الكبرى في المملكه المغربيه، وكل يوم مشاهد قناه زيتون مرجان تنوري هاد الخيرات كيف تشوفوا معنا هنايا في الثلاث اولاد. نحيوا احبابنا في المكان، اللي بغى القدبه، اللي بغى الفرك، اللي بغى رابعه، اللي بغى كيلو، اللي بغى كاينين الحرافيه تيجيو عندو الحرافيه، الكسابه، البيع والشريه، الكزاره، كل شيء تيتقدا عندو هنايا. عندو الكبده، الهبيل، القدبه، اللي بغيتي يعبر لك، بغيت القدبان، الكبدة، الهبيل، الخيرات موجودة. هاد الرجل هنايا في الثلاث ولاد تيكون هادو راه هبيل، الكرزي، الكبدة، الكلاوي. كيفاش؟ مول كازا كيقولوا لهم ناري ناري، هادوك صحاب كازا فعلا تيقولوا لهم ناري وحنا نقولوا لهم الهبيل. لاري راه كاين لاري وكاين الهبيله وكاين لاري والهبيله. ولي الكازا تيقولوا لاري هو تاع العلك. والهبيله هي تاع الكبده. وما تيجبدوش على القلب ما تيذكروهاش. كما تشوفوا معنا هنا في الثلاث ولاد. هذا الراجل راه معروف هنا في الثلاث ولاد كما قلنا، يجيو عندو الحريفيه، يجيو عندو الجزاره، كل شيء تيجي عندو. اللي بغى يطيب يطيب ليه، واللي بغى يشري عندو تيشري، هذا الشيء اللي بغى. قول لي الكبده بشحال بعتوها اليوم؟ طيبه. كبده 2400. طيبه. 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 وهاد الهبيل؟ الهبيل تما كندوزو مع الكبده ب 2400. 2400. كبده وحده ولا فيها كبده تونسية؟ بحال هاد الشيء اللي صاوب. كيف تشوفوا تيجيو عندو الناس من كل نوع، من كل حريفيه وماشي حريفيه، وكيما كان تيجيو تياخذوا عندو ديما. هذا راجل ملصق هذه القناة زيتو. بحال هاد كوتليت جا طيبوه الناس، جابوه الناس من بلاصة أخرى وطيبوه ليه. كي تشوفوا معنا العبيد، الكبدة، كل شيء اللي يبغى يطيب يجيب ليه، واللي يبغى يشري عنده يشري، كل شيء الخير موجود كما تشوفوا معنا. هنا في الثلاث اولاد هذا الغطاس معروف هنايا في اسواق الاسبوعيه في ولاد عبدون بخريبكا او سيدي حجاج ولاد مراح او الثلاث الاولاد ولا الثلاث الاولاد ولا في المكان ولا سيدي حجاج ولاد مراح ولا الاثنين بن حمد كما ديما تيكون في هاد السواق اربعه. بحال احبطت لي هذا السواق تاعو اللي تيمشي ليهم حيت تلاقى معاه. راجل مخير، راجل درواش كي تشوفوا معنا، وكلهم الحريفيه كسرة او بقع وشرية كل شيء تيجي عندو، كل شيء تيجي عندو. الله يحفظك. اللي بغى المص تيصاوب ليه، اللي بغى شي حاجه تيصاوب ليه. كي تشوفوا معنا الناس راه تيجيو ياخذوا كما وقفوا تياخذوا، اللي يقول لي صوبوا صافي ما تيبداش يتشطر معاه ولا يبدا حيت عارفينو تيصوب كل واحد كي اللي يعرف كيما تيعرف تيصوب ليه.
ايوا خاص هادو دابا عبرتي شي واحد هذا كيلو دابا هذا معبور مولاه كيلو كيلو هذا كيلو ب 2400 تبارك الله معبور معبور معاه نقول هذا وحده كديرو معاه الخبز معاه مع الخبز مع تاتي معاه كل شيء تبارك الله درا كيلو عبروه لواحد السيد كما قال هذا الرجل واخا ما كاينش صاحبي ولده كيدير شويه صديق كيدير بخير هذا راه حجاج كزار تاوكا وجاي يطيب عدو هنايا كما تشوفوا الله يحفظك تاوكا راه كزار وجاي يطيب عدو تيجيو عدو الحريفيه كلهم تيجيو كاع اللي بغى يطيب ولا اللي بغى يشري ولا على حساب الناس اللي تتعرفوا بسم الله كيلو نار كيلو نارو 18 درهم شحال 18 مية 90 درهم طيابو بخبز طيابو بخبز تبارك الله وزين بحال هكا تتشرو الكبدة ما فيهاش الماء ياك الكبدة لا ما لا والو كبدة ناشفة تجيبوها من البطوار ماشي تيجيو هنايا يعني. لا كنجيبوها من البطوار باش نجبدوها لروسنا هذا هو اللي ما تيقش الكزرة خطيرين وين كاين فيهم كاين ناس مزيانين وكاين كاين الناس اللي ما تيديروش الماء بحال الحوانتي ما تيديروش الماء لا هنا كليت الاولاد هنا اللي بغى ياخذ شي حاجه كلشي كلشي داكشي كارانتي هنا كلشي معروف كلشي معروف لا كاين كاين اللي فيه الماء واخا ثلاث الاولاد فيه الماء كاينين بعض الناس لكن ماشي كلشي ماشي كلشي هادشي اللي بغينا نهضروا عليه وهاد القطبان شحال تبيعوا من الواحد هادو جوج درهم الواحد خمسة ونص ب 10 دراهم النص فابور النص فابور بعدي بنسالك كتجي لواحد يجيك ثقيله تقول له زيدني هذيك الدرهم كتجي ثقيله شويه فعلا ما تاخذ عنده 10 دراهم وتصبر في 10 ولا درهم بعدي بنسالك ديما تيكون هنا في الثلاث ولاد ديما ماشي غير اليوم ديما تيكون في الثلاث ولاد هذا هو الغطاس كما تج كبدة ما فيهاش الماء ياك انت دابا ديتي كيكون فيها الماء راه كتحطها بحال هكا كتهرب تيدوز الماء اوكي مزيان مزيان الله يحفظك عندك ولا باقي باقي ما جاش غادي يجي غادي اهلا الغطاس عزيز علينا تبارك الله وراجل مخير وراجل درواش راجل درواش وعندو شي حاجه زوينه علاش ما نفيدليوش نوريوه لحبابنا فين ما كانوا يجيو عند هذا الرجل باش يتهلا فيهم حتى هو وراجل مخير حتى هو وانا باقي كي تشوفوا معنا احبابته هنا جميعا بغيتي الكيلو بغيتي القديم بغيتي الفرنك بغيتي 400 اللي بغيتي صوب لك هذا الراجل في الثلاث الاولاد او في ولاد مراحم سيدي حجاج او حد ولاد عبدون او الاثنين بن احمد ديما تيكون في هذا السواق ويجيو عندو اكثريه الحريفيه لا لا هو ما تيشويش الحوري شوي لا تنقول لك شوي وانا تنقول لك ما تيجيش نص كيلو شوف هو سامحني واش حنا شي حاجه ما كايناش نقولوها لقاو هاد الشاوي عمرو شتي شوال لينا شي حاولي كاع سمعت شتي يقول لك ولدو سمعتي ما نقولوش شي كلام اللي ما كاينش نقولوا الكلام اللي كاين
هو اللي هذه راه قناة زيتوني برجالي الحقيقة. تات الحريفية تات الناس لا هاد الحريفية اللي شافونا احنا كتبنا على هاد الراجل قلنا ليه شواء الحولية قلنا شواء حولية شي يقولوا الحريفية قالوا كذب ايه ولا جد كذب علينا باش كذبوا احنا للناس لا احنا داوين على ابوهم احنا قلنا خدا السيد العجل الفوانكي.